صباح الخير عليكم من جديد. ولما نقول الصباح بنتذكر طابور الصباح والمدرسة والمناشط الثقافية اللي بنجدها في المدارس، غد ما تتكرر وما نجدها في أي مكان تاني. والمناشط نفسها هي طلعت لنا مواهب مختلفة اكتشفناها، والآن هم في الساحات المختلفة. يبقى معناها المناشط دي هي مهمة في حياتنا اليومية. تحية صباحية لكل ناس المناشط والمدارس اللي بيكونوا حريصين نشوف من خلالهم مواهب إبداعية. وضيفي اليوم هو أيضا خريج واحدة من المناشط المختلفة والطابور الصباحي، شاعرنا هذا الصباح. صباح الخير عليك أستاذ حمد النقي العقلي، صباح الخير عليك في صباح الشروق. يا هلا بك والله، والسلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام. إن شاء الله نقدم حاجة تليق بمغامرتكم السامية إن شاء الله. حمد، أول حاجة كتبتها وإنت في سنة سادسة ابتدائي وسمعتها في الطابور الصباحي، إنت بتتذكر أول مرة كتبت شنو؟ والله ورينا حاجة بتحبها أنت دايما بتقولها يعني في شعرك، خلينا نبدأ بيها. بقول أنا المتألم، أنا البدر اللي بدون أشعة حبيبته مظلم، أنا المارضني إنه سلام علي ما بسلم، أنا الصايبني تلتين بهمان متكلم، أخوك أجابر أصبح في بلد جبال، ألا مستحكم القلى جو بقى طبال، طير المياسة وانبهل الدموع حبال، خشت وحشة ما خشت في من قبال، أخوك ما غمد وأخوك ممكون حقيقة وأخوك مو بيتعمد، جزحت خلاص جمري القجة ما بيتخمد، وأنا الجرح اللي بتجرح زولتي ما بيتضمد، أنا المطروح ومشت أشياء إلي غيري وما قادر أبوح، أنا الزول البقع بس في غرام الروح، أنا الزول الحزين المنخلق مجروح، زولك ود بعيدة قتيلة للروح سام، وكيف حيكون إذا ما أدت الأقسام، أنا هسي انقهرت نسيت أكون بسام، وجرحك كان عاود يوم سمحت وسام، أنا اللي من غير حيبقيت يا سند رعاد، شام بعدا طلق في سيد هواها سهاد، ما حبيت أصرح أقول نحن بعاد، إلا الحاس أكبر من يكتم فؤاد، إلا الحاس أكبر من يكتم فؤاد، إلا الحاس أكبر من يكتم فؤاد. والله يا حمد هسه أنا ما عارف الكلام ده غزل ولا دي حسرة، يعني أنت عملت لنا حاجات كثيرة مع بعض. في الأول كنت مبسوط وفرحان، تاني بعد شوية بقت فيها سهاد ومآسي وتعب كثير. حمد خلينا نشوف الشعر أنواع، بتلقى نفسك في شنو في أنواع الشعر؟ إذا كان في الرباعيات، ولا بتلقى نفسك في الغزل، في الوطن، في الطبيعة، بتكتب متين ذاتك؟ والله أنا بديت الكتابة من الصف السادس أساس، يعني كانت بدري شوية. طيب. وكانت البدايات بالنصوص، لكن هس يعني ملت للدويت شديد، وإن كنت يعني في فترة الثانوي كنت بكتب بعض الفصحى، لكن حسيت إن الدويت جذبني شديد وطلعت من الفصحى، حتى بقيت إلغاء ما بعرف بلغيها زي الناس يعني. بقيت بتاع الدويت بس. أها بالدوبي، هسه الدوبي لين تقول شنو في الدويت؟ والله في البداية حتكلم في الأخوانيات إن شاء الله. جميل. وببس عاطر التحايا لعمنا عمنا الضوء أحمد شولة، له من هنا التحية، وحابدأ إن شاء الله أتكلم في محمد الضوء أحمد شولة، اللي هو زول عزيز عليه شديد. والله صراحة أنا محمد دي يعني لما نذكره كده بس أنا بنبسط شديد، يعني أنا بحس إن الدنيا دي طالما هي فيها محمد هي بس يعني فيها ما فيها. الليلة محمد بيسمع فيك ودايرين نسمع أنت قلت شنو في 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 الأخوانيات لمحمد. إن شاء الله. صاحبي الشاب متشبع نفايل وكرمي، يا رجال أنت وقتر ومخدود احترمي، قال لي روح في سند الرفيق أن ترمي، يمينه بتسند الضعف وشماله بترمي، شغلك ساهل شغلك ساهل الرب فضل غايتك وملك، وكيف الكون يكون لو ربي غرر وحملك، لو بيدي جدك الفز
زملك اديك عمري كله عشان تواصل عملك. وين ما يغنوا في الجود بحسبك مقصود، والما قن مدحك يا عزيزي حسود. تبيت مثل والدك كلمتك بتسود، ومعروف الاسود ما بتلدى الا يسود. ربنا على غدرك ومن رزيل صفاك، لو نمام ولو زمام ولو افاك. نفسك طيبة يا علمك الله لا جفاك، في الجود باسط يدك وفي القتال سفاك. صاحبي كريم ببيت مبسوط، إذا يوم حل ليه غريم بفني رقبته شان يحفظ شرف ناس ريم. وصاحبي عفيف وما بلفتن عيونه حريم، صاين نفسه ليبيت بالغلط ما هازل، للفجار والكفر الملاحدة نازل. إن جات فزعة لا بتأن لا بتخازل، إن دو الروح منها مبتسم بتنازل. سيرته العطرة فرضت في الخلوق زي عانة، وعند الدنيا أسهل ما يكون بيعانة. ما بحادث مرض غير وإن هي في ريعانة، وإن حادثها أعرف جات وقاد جيعانة. أنا ركزت في موضوع تقاه وكرمه، شان المولى عب عفاف ومن شح حرمه. شيطان نفسه قيده بفعايله وصرمه، عفيفا ايده ما مداها غير ليه حرمه. يا سلام. واثق انه ربنا تاني ما بتنيك، والقابل جنابك اخوه متمنيك. اخوي ما رفع لك اصله ما بحنيك، وان مد ودفع لك دون شكك بغنيك. فيك يا صاحبي غط ما وفت الكلمات، وحاسيه انضعاف من مهجتك خاصمات. أيام عمره صاحبي سكت الشمات، لو في يده ما كان خلى إنسان مات. يا سلام. بحب الخير بحب الخير وللغير حاشا مي حقاد، صاين نفسه بيرسن الكتاب من قاد. غير ما إنه بكرم في الهجوع وقاد، فيه فصاحة المتنبي والعقاد. رفيقي وأخوي شقيقي وعزك التاج لي، بحزبي أنا زي ما قاعد حزب البيت. أنا بتمنى موت بكرة وهو يصبح حي، عشان موتين وحاط اسم الله حار علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قصرت يا محمد، وكتبت في محمد يعني يا حروف يا حروف، أنت أنحت من صميمك شكري، ويا نايبات هو قدرك سلمي ومات مكري. يا صحف أنت لما اللي جمايل الذكري، قولي عليه سوداني وما أصل وشكري. حليما تعشق العفو دي مفارح، ندك لو زول سمعك شين كالعسل بجي ردك. كيف ما غني فيك يا ديمة واسط يدك، وانت كريم والتشراف، وبعلي جدك انت كريم والتشراف وبعلي جدك. يا سلام، ما قصرت والله يا حمد، يعني كتبت في محمد اخوانياته، هو كانه اخوك وصاحبك، لكن انت وفيت وكفيت له. دي واحدة من الإخوانيات، لكن خلينا نشوف برضو الكتابة في الدوبيت. انت قبل قلت لقيت نفسك في الكتابة في الدوبيت، في الدوبيت اتأثرت بمنو؟ تحية عبرك لكل شعراء البادية في كل مكان اللي بيمتعونا دائما بشعر الدوبيت. منو من الشعراء في الدوبيت اللي انت حسيت انه انت عايز تمشي في طريقه ومشيت من خلاله في شعر الدوبيت؟ الله بس من هنا تحياتي لأخوي الغالي حسين يوسف دقل الشاردات العقلي. ف ده الزول الواحد اللي قدر انه يجذبني بكتاباته ويجرني من المحيط بتاع النصوص ومحيط الفصحى الى محيط الدوبيت. اها. يعني من هنا بيستلاك كل التحايا. كتبت شنو في الدوبيت؟ بقول حديك نص بالبحر القصير ان شاء الله. ان شاء الله نسمع. تعالى صاحبي اوصف ليك جماله، وصفها منه كل زول استغاله. دي ما خلق بشابه نص جماله، ودي بتخليك تحبها بالرجاء. الا دي يا اخي عيونك بتشيل نور عيونك، تجننك انت وتجنن جنونك. دي كان مغرور تكسر ليك قرونك، دي ما بتنساها كان كل يوم تخونك. دي دخلت القمر داخل قزازة،
دي من جواك، دي دخلت القمر داخل قزازة، دي أخي شواقة بتخليك جنازة، دي من جواك ما بأشر جوازة، ودي يوم الجمعة ما بتمرق إجازة، دي خشت قلبي واحتزلت مروقة، وما حيهمها انكتلت عشوقة، أنا من دون لسان كيفين أذوقة، ودي جوهرة يا أخي ما كل زول بسوقة، دي ما تقول لي يا أخي بنت المبارك، دي والله أصلها راجع للمبارك، أوصيك يا أخي أنا لو كنت جارك بالليل ما تجي تقول لي خبارك، يعني إذا سمعت نويح لدي ما تخاف ابن مالك أم حي، هي كل القصة مرضان من بنية وعاشقة بصدق ومشاعري حية، دي زولة بيبكي في الغافيات يوزن، وبيسهر دمعه مهما يقول يخزن، بعدي الليل نبيح والحال تحزن، وبسكت إلا لما اديك يا الزن، أبوها حريص وقام متن سياجة، وقال ما إن خلق راجل زواجة، دي أحيانا ما عندها لي حاجة، ودي أجاب رابي بالدب بمزاجة، بسنها بيضة تشبه لي لوزة، ودام هي فردة جيت شان أبقى جوزة، أمرك ماشي ياخ لي إتي بوزة، وما حأكرهك لو تبقي كوزة، دي مثلها يا رفيق أنا ما وجدت، علي ما مر ليلا في ورقتة، أنا يا السمحة أنا يا السمحة طاشي وقد فقدت، وما برتاح إذا ما عليك عقدت، وأنا البكاي وسيلان بكاي والله يسيرة، دي السلبية كيفين وتبغطايا قصير، أنا كيفين أحلق من جناحي كسير، أنا الحرة الطليقة اللي في المحبة أسير، كثيرين البشر وانا قمح شكت ملاك، وده السبب جعلني أعيش هلاك في هلاك، حاول تخيل الليل دون وجود أفلاك، حيوريك كيف بتكون حياتي بلاك، كوني العاش يا بشرين ثلاثة في صولو، مفتقد الربيع والازدهار وحصوله، أنا الماردني مكحولا عريقة إصوله، أنا أحببت إنسان استحالة وصوله، أهلك بمشي بإيجاب بجد سالبهم، تقول مولايا ليه رسم الحزن جالبهم، ألمي البيا كون يزيلوا ما غالبهم غيرك، انت حرم حاجة ما نطالبهم غيرك، انت حرم حاجة ما نطالبهم. أبشر يا حمد، لا عاد ما قصرت والله كتبت، وشكرا لكتاباتك وشكرا لوجودك معانا اليوم من خلال الصباح، وإن شاء الله حنشوفك مرارا وتكرارا من خلال شاشة الشروق الفضائية. شكرا.